بسم الله الرحمن الرحيم، يعطيكم العافية. في هذا الفيديو راح نتعلم كيف نكتب أول جملة ترحيبية لنا في لغة السي بلس بلس. راح نتعلم الصيغة العامة اللي راح نكتب فيها كود السي بلس بلس. بالبداية بدي منك تفهم شغلة، إنه دائما أي إنسان لما يحكي مع إنسان ثاني يكون في بينهم طريق التواصل. هاي طريق التواصل إما بالإشارة أو في لغة بينهم تجمعهم. احنا بدنا طريقة تواصل مع الحاسوب، وطريقة تواصلنا مع الحاسوب هي عبارة عن لغات البرمجة. واللغة اليوم اللي راح نستخدمها هي C++، هي اللغة اللي من خلالها راح يفهم علينا جهاز الحاسوب. طبعا احنا محتاجين لكمبايلر. معنى الكمبايلر انه مترجم. وظيفة هذا المترجم انه يحول من الهاي ليفل لانجويج، وهي لغات البرمجة، مثال على الهاي ليفل لانجويج مثل السي بلس بلس مثلا، الى لو ليفل لانجويج وهي لغه الاله. يعني احنا بدنا الكومبايلر يحول لنا من الهاي ليفل لانجويج الى اللو ليفل لانجويج اللي هي لغه الاله، الماشين لانجويج. تمام، راح نفتح الكومبايلر عن طريق الجوجل. راح نكتب سي بلس بلس اونلاين كومبايلر، نفتح على اول كومبايلر، نبدأ بكتابة الكود. نبدأ بكتابة كود السي بلس بلس. نكتب include hashtag include iostream. تمام، include بمعنى ضمن، يعني ضمن لي في برنامجك مدخلات ومخرجات. I بمعنى input، O بمعنى output، stream بمعنى منبع. يعني ال I مدخلات، input مدخلات، O output مخرجات، stream بمعنى المنبع المدخلات والمخرجات. طبعا هي مكتبة، عن طريقها بخلي برنامجي يستخدم المدخلات والمخرجات. بعدين نكتب int main قوسين، نكتب البراكت. تمام، طبعا دائما في اي برنامج بكتبه في شيء اسمه الفانكشن مين، وهي الداله الرئيسيه اللي بتنفذ عندها اي برنامج، وكل البرامج اللي راح تبدا راح يبلش تنفيذها من عند المين. يعني بامكانك تحكي انها مفتاح تشغيل البرنامج الخاص فيك. بدنا نطبع اول جمله لنا في برنامج السي بلس بلس. نكتب std بعدين اربع نقط، هذول الاربع نقط بسموهم scope resolution. بعدين راح نكتب c out، وبعد c out نكتب اشارتين الاصغر من، واللي بدي اكتبه بخليه بين double quotation. نكتب مثلا hello world. تمام، طبعا الكود تبعنا ما خلص، لازم نكتب في نهاية كل سطر برمجي اشي بيسموه السيمي كولوم، اللي هو الفاصلة المنقوطة. طيب بدنا نعمل الرن ونشوف ناتج الكود. تمام، كودنا شغال 100%، وهي الاوتبوت من الكود، طبعا لنا هلو وورد. طبعا الكومبايلر ما اعطاني اي خطأ، دليل انه كودنا شغال 100%. ويعطيكم العافية.